بون السلام عليكم. جيت نشارككم واحد الفيديو هنايا، واحد المشكل طاح في واحد نوكيا لوميا 930. لوميا 930 هذا عنده بزاف وملي جاني ونسيتو كاع لا ريباراسيون. براف، هذا كان بروبلام ريزو، اذا سولكو طاح لي مشكل توتش ولا ما يمشيش، توتش تاع التليفون ولا ما يمشي ليش ديجيتال. سكي في دوكا مور ما فيريفيت ليكرون لاتراس كونيكتور حاجة ما بينت لي بلي ليكرون فاسد. من قبل ما ناخدو ديسيزيون باش نحكمو على ليكرون فاسد، سكيفي مادابيا نشارككم واحد الميثود تشوفوها، هي الفحص بالعين قبل بالعين، هي حاجة الاولى اللي يلزم واحد يديرها. دونك واش نقول لكم، من قبل ما تدي ديسيزيون وتقول باللي خلاص هادي يلزم ديجيتال ولا ايكرون رايح، لازم شغل تفيريفي بزاف عفايس من قبل ما تحكم. بار اكزومبل هاوليك دوكا التليفون ها توش قاع حابس والو، هادي كيقصد بوطون فوليوم لي باور لي ما يريبونديش. اش كيفي دوك، خليكم نشوفو بالشيما، نتبعو تتبع الاعطال هادوما و شوفو راه المشكل في هاد التليفون. هيا سلام رو. تسمى دوكا انا راني تيليشارجيت شيما تاع نوكيا، تيليشارجيتو و دوك ندور الكاميرا قبل قبل ما ندور الكاميرا دوك نشوفو تحت الميكروسكوب وراه المشكل ابيبري. نقبل بالعين المجرده نشوفو وراه المشكل. دونك سمحوا لي برك انا نطل في الميكروسكوب تاعي قبل نشوفو واش كاين. حاجه الاولى اللي نديرها نفحصو قدام الكونيكتور تاع لافيشر، قدام الكونيكتور تاع لافيشر يلزم نضربو طله على كاع واش كاين مشاكل ولا ما كاش مشاكل. تما مادام انا تليفون حليتو ديجا، حليتو قبل باش نربحو شويه وقت، ودوك نطل قدام الكونيكتور هدايا، كونيكتور تاع لافيشر نطلو قدامو المكونات لي كومبوزون لي دايرين به ونشوفو كاش حاجه بالك مكسره، بالك محروقه، كاين شورت كات كور سيركوي اصافو. تما دو بريفيرونس واحد يطل يشوف كاع هادي، مازال ما تشيكينا واش يزقيولو الشيما واش يقول. دوك شوفو الشيما وراه العفسه مسؤوله على التوتش، الديجي تيزر نضربو طله فيها نشوفو واش المكون اللي مسؤول على الديجي تيزر. ان شاء الله نلحقوا العطل هذا نريباريوه ونشوفوا. بون لي جانا هنا بالعين راني نشوف واحد المشكل، راني نشوف واحد المشكل، كاينه عفسه تخص المكون لو يخص هنا، ما فور المومون مازال ما على بالي وشنو. دوك نحطهم تحت الميكروسكوب يو اس بي هذايا دقيقه برك. بون هنا راني طورت كاميرا، دوك نروحو من تحت الميكروسكوب هاي ليك، ما على باليش ولا نورمالمون واضح هنا كاين عفسه، كاين خلل كما يقولوا، كاين بروبلم في هذا النيفو هذايا او كاين مشكل هنا. ها
هنا مكوننا ويخص. كيف يدوك هذا المكون اللي راه ويخص؟ نبدلو تويزا. بون هاوليك تنزل نحبط لكم كاميرا ونشوفو. ها هذا دوك مكون، هذا عنده ربع رجلين كات بين، هذا اللي راهو يخصنا. هذا دوك يقدر يكون ريغولاتور ولا ان كابتور، ان كابتور جون رولي صغير صافوار واش يقدر يكون، خاطرش ماشي مجمع حاجه عندها ربع رجلين نقولو كريستال. اكو فاهمين خاطرش كاين كونفونديو بين الكريستال، ابا كل حاجه عندها معناتها ماشي مجمع حاجه كاريه ولا نكونسيديريوها كوم كريستال. دوك انا هنايا راح نسويتي لكم سويتين، روحوا للصفحات سومر سومر وش هو يقول سومر. هاوليك فرونت هنا اسمحوا لي، هذه هي هايليك لاباج 5 هي تقول ميموري ديسبلاي توتش اي اش اف كاميرا لي دو كاميرا فلاش اند سكند كاميرا. دوك حنايا واش نديرو؟ نروحو كاريمو لاباج نيميرو 5. عليك لاباج نيميرو 5 هادي الصفحة اللي فيها دياغرام تاع التوتش، الصفحة اللي فيها دياغرام تاع التوتش. حنا دوك هاد الصفحة راهي هنا، بصح واش من المكون اللي تلفناه مازال ما على بالنا، سكيفي يلزم نروحو لواحد الصفحة واحد اخرى، الصفحة واحد اخرى هادي هاديك اللي فيها شيما دامبلونطاسيون تاع لي كومبوزون. الشيما دامبلونطاسيون هاديك هادي دوزيام فاس تاع لا كارت مار، هادي لا دوزيام فاس تاع لا كارت مار. دوزيام فاس تاع لا كارت مار حنا تما لازم نروحو لا فاس اون تاع لا كارت مار. حنا الكونيكتور تاعنا، الكونيكتور تاعنا يا جماعه ادوات كونيكتور، هاوليك كونيكتور تاع الشاشه تاع ليكرون، وهادو المكونات اللي فوقو، هادو هما كاع المكونات اللي فوقو. حنا بالعين المجرده واش شفنا؟ شفنا مكون من هاد المكونات او تالف ما كاش وقع هنا. دوك نكبروا الصوره نروحوا، حنا قلنا ال1 بوبين هادي كاباسيتر، بوبين كاباسيتر ريزيستانس. نعاودو نروحو نشوفو اصلا نسقم لكم على حساب ديسبوزيسيون تاع لامبلونطاسيون. هاليك هاليك هنا بوبين ملف، هاليك كابا ال واحد اخرى كابا ريزيستانس. كيف المكون العنصر لو يخص هنا هذا هو. نعاودو نكبروا صورة تاع الميكروسكوب، ها هو دونك هذا هو المكون اللي راه خايص، ها هو واسمو الان كانون 202. نروحو نعملو ريشيرش، نكتبو اسم هذا ان كانون 202. لونسي لا ريشيرش هاوليك الحمد لله ان كانون 2 هادي بارت ليست بارت نمبر
أوليك. وش راهو يقول هذا؟ هنا ندور بأرجلين البي ان جراوند، بي دو هذا لي يشعل تما لي روسوفي فيرغ ال 22. هادي دوك راح نشوفو شنو هاد العنصر هاد. وعندنا الفين هذا فولت ان، وهذا الفي اوت هذا الدخله، هذا الخرجه. الدخله مين يجي؟ يجي من الاس 3 ا ان فولت 8. ومن بعد هذاك الان فولت 8 يعاود يروح للتوتش للتاكتيل. كيف هنا نفهمه باللي التاكتيل تاع هاد ليكرون يدوموندي فولتاج تاع 1.8 1.8 فولت. دوك قبل ما نديرو اسمو ندير ريشيرش، نروح نشوف هذا الاس 3 اس 3 ز مين يجي. اس 3 ز مين او جاي؟ فيرغ اس 3 ز تما. هذا كوبيه كاع الاسم، نعاود نكتبو ونحطوه وسط ونشوفو شنو هذا. ايه على بالي نسيتك خويا. دونك هنايا هذا الفي 3 فيراغ، هذا اس 3 ز، هذا عنده علاقة مع الباور، عنده علاقة مع الباور. سكيفي اون فوا ماكسيونيو الباور، المدبدب يعطي الإشارة تسمى لوسيلاتير للكوارت، يمد الإشارة للسي بي يو، سي بي يو يمد إشارة لهذاك الكابتر باللي يفطن ويقول له رانا هنا. دوك التاتش يلزم يمشي، يلزم يكوموندي، يلزم يعطينا لاكسي باش تاكتيل يمشي. يعني هنا كي نبدا ناناليزي نشوف لا تكنولوجي تاع نوكيا مبكري افونسي بزاف، ويخدم بصفة ديفيرونت بزاف على لي زوتر كونستريكتور، يخدم بصفة بزاف ديفيرونت على لي كونستريكتور. يعني كي تبدا تشوف هنا مام لي شيما تاعو بزاف ديطاي ما يعيكش وكلش كاين، مام تحوس شويه في انترنت تصيب. كيف دوك هنايا قالك 1.8، حنا نعاودو نوليو ونشوفو، نعاودو نشوفو الان 4202 الان 4202 ويقول لك في الفين، فين هادي الفي ان فولت ان فيه ان فولت ويت، سكيفي اوتوماتيكمو في ان في اوت يخرج المام طونسيون، والفولتاج اللي يدخل منه يعاود يخرج في الاد في الاا. هذا حنا كيفاش دوك نعرفو بلي هذاك هو الفي ان؟ حنا ناخدو دي ميزور ان شاء الله يبان هكذا. ايوا ناخدو دي ميزور الفولت، نحوسو على الفولت 1.8. بون سمحوا لي برك راني نحيد لكم لافي هنايا، نعاود نبرونشي تليفون تاعي، نشعلو برونشيو له الباتري، نرجعو له كونيكتر تاع لافيشر هكذا، نعاودو نحطه من تحت
المجهر من تحت الميكروسكوب، نشعلوه بيانسور. ها هو حطاه يشعل، اني رجعت له كلش. والله يشعل. ها يا حبيبنا، بس على صاحب يشعل. بون عباكم هاد الفيديو لا راني نسجل فيها هكذا برك، تما ما وجدت لها والو، مام باش نبرونشي ويب كام ونلونسي لو بي اس ما لونسيتوش. هاوليك ها نعاود نوريلكم باللي التاكتيل ماهوش يمشي كاع. هاو هذا نحطه تحت المجهر. اون فا بروندر دي ميزور سور لو فولت ديريكت. دونك انا رجل وحده نحطوها في الجراوند، ورجل دوزيام نحوسو بها ان فولت ويت. هاي ليك هكذا ما كان والو. ان فولت ويت هاد الرجل اللي تقول ان فولت ويت، وهاد الرجل ما فيها والو، وهاد الرجل ما فيها والو، وهاد الرجل اوتوماتيكمون رانا نشوفو فيها رايحه وين الجراوند. هادي اويد هنا يا جماعة. عندك هاد الاي سي ما عندناش، هاد الاي سي ما عندناش، وكارت مال واحد اخرى ما عندناش. هنا دابري شيما تما هنا فهمت بلي هذا سي ان كابتر دو فولتاج، تعطيلو فولت يحل. هنا يفكرني هاد المكون هذا ويفكر فيا بالرولي، لي يعرف الرولي هذا ويخدم خدمة الرولي، تعطي له طونسيون صغيرة طب يديكلونشي يحل. هذا سي ان جور دو ترانزيستور، يشبه رايح شغل ترانزيستور رولي. ماشي موسفت مي ترانزيستور. هذا توكا هنا في ان في اوت، الفين والفا الفي اوت. هنا واش نقدروا نديرو؟ تو سامبلومون راح نسيو نسيو نديرو بريج كوبري هنايا، ديرو بريج من الا ان للا دو على حساب واش شفنا. الا ان هاو استغفر الله يا ربي، الفين هاوليك ا دو سكيفي، هذا هو اللي صبنا فيه، هذا هو اللي صبنا فيه الان فولت فيرغول 8 ان فيرغول 8 اوتوماتيكمون. هذا هو اللي حيكون مقابلو على حساب الشيما الفي اوت، هذا هو سكيفي. واش نديرو؟ نديرو بريج توكور، بريج نديرو بريج. بون يا جماعة دوكا انا واش راح ندير؟ نعاود نطفي التليفون ندوره، نحاولو باتري. ديكونيكتيو باطراب، نعاودو نجيبوه تحت الميكروسكوب. بون بصح هاد الميكروسكوب يا جماعة هدايا راح يعييني، ما نعرفش نخدم في هذا، لازم نخدم في الميكروسكوب تاع الصح. لازم نخدم في الميكروسكوب تاع الصح هدايا، لازم نديرو بريج من هاد الجهة، هاد الزوج نقاط هادو لازم نديرو لهم بريج. اصبر تشوف، كوفي راسو ديال شاعل،
دروكا جزء العملية البريج. هادي البريج دوكا نسوي ديولو بريج. بسم الله حلو على ربي ان شاء الله تنجح بالك تنجح بالك. باش ما انا بايش ولدي طايت لكم بصح باش تعرفوا باللي هذا هاهو شوفوا هنا وياه فيرق تاج وفير هذا فيرق استروازا سكيفي دوكا هذيك واقيل ما وريتهاش ما على باليش بازيت لكم على الاستروا مي هذيك هي باك شويه الراس شويه من داك يحضر ويغيب واش نديرو دوك جيبوا الفلو باس فلو لاباط حطوا شويه هنا هكذا تونجستري ايوا جيبوا ليتان تاعنا يا ربي عليك الكل بسم نسيرو شوية وش بزاف جيب شوية ايتا نرعش سي بون رولي وليت انتانا مازال مورسون قطعه سي بون
امتيني طواياج. امتيني طواياج. هكذا. مور نيطواياج ديرو شوية سولدر ماسك. غير شوية. نقي التويزر تاعنا. لامب يو في عادي. موح تحية خاصة لك خويا موح، نشكرك الله مسكين وش وصيتو جابولي، عطيك الصحة خويا موح. موح ورابح بلفور بازار هواوي لوكال نيميرو نيميرو 9. عادي شوية بيبليك خويا موح. فوالا سولدر ماسك. بون استنى نتشون عاود ندور لكم تشوفوا. اي بصح انا شويه مريض، راح درت الكوبري هاي ليك هنا. سمحوا لي يا والله غير نستنى استنى نحيو الكوبري هذا يا قبل ما ينشف. هاي ليك لاشانت، هاي ليك هدية لاشانت، هاي ليك اكو تشوفو فيها جاسبر هدية لاشانت. شو نعاود نرجعو الماسك. نزيدو لها شوية يوفي. باتري هايلي. نرجعو لضرب بليطو باتراس. بسم الله شعلوا تليفون زعما يمشي. واش رايكم زعما يمشي تليفون في ميزكم؟ هادي سبيسيال دي ديكاس للجروب بلفور امبراطورية بلفور. يا ديماري بسم الله. اوبس سويفون سويفون. ولا نطاكتيل الحمد لله يا ربي. واحد تما ما يزمش يتسرع، وكل مبتدئين يزم تكسر شويه راسك، ما تسناش الحل يجيك هكذا برك. تما شويه لي كونيسونس في الالكترونيك باش تقدر تتريتي ان بروبليم. تما تقدر كيفاش يقولوا تقدر تعالج تواجه مشكل تاعك. عليك شحال خدالي؟ خدالي بفيديو كومبليت واحد 20 مينوت 30 مينوت حلينا المشكلة الحمد لله يا ربي. تليفونه يمشي. ما قلنا نبدلو افيشار، ما شقينا رحنا شرينا افيشار ومن بعد نزيدو نصيبوه ما يمشيش، والمشكل كان غير قدامنا بين يدينا.
تما واحد يكسر شوية راسه ويلقى الحل إن شاء الله. شوف دونك تحب هذه الخدمة تنجح، ما تخممش غير كوتي دراهم دراهم دراهم، لازم تحب هذه الخدمة. كي تحب هذه الخدمة ديبار تاعك يجيك شوية صعيب، بصح ومن بعد فيه كيما يقولوا الربح يجي وحده. يا سلام.